طبعا اليوم العالمي للمسنين هو مناسبة عالمية يتم الاحتفال بها في الأول من شهر أكتوبر من كل عام. نعم. حيث وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القيام بتلك المناسبة في هذا التاريخ بعد الموافقة عليه في 14 من شهر ديسمبر 1990. هذا العام جاء مختلف عن الأعوام الأخرى، حيث جاء شعار هذا العام المساواة الرقمية لجميع الأعمار، حيث يهتم بالتقنية. ممتازة جدا. طب بالمقابل يعني بما أنه هذا اليوم العالمي للمسنين، إيش الأمور الواجب اتباعها مع كل مسن أستاذة عبير، بالإضافة إلى الأخطاء اللي الواحد المفترض أنه ما يقع فيها، خصوصا أنه الكبير في السن يحتاج التوقير، التقدير، الاحترام، وغير كذا كمان الحماية؟ تفضل حبيبتي. صحيح، إذا جينا الاحتياجات في هناك عديد من الاحتياجات. نعم. احتياجات معنوية، وهي مسألة احتياج كبير السن إلى التقدير والثناء والتشجيع والتكريم وتخصيص وقت لهم. نعم. حيث كبير السن يحتاج إلى التوقير، التوقير كبار السن جاء ذكرها بالقرآن الكريم، حيث دين الحنيف لن يترك لنا مسألة إلا وجاء ذكرها بالكتاب والسنة. فأكثر مسألة يحتاجها كبار السن هو الدعم النفسي والمحافظة على صحتهم النفسية وإسعادهم. وإذا جينا نتكلم عن الاحتياجات الجسدية، نهتم بالصحة الجسدية لكبار السن وتأمين جميع المستلزمات الطبية لهم، نظافتهم وملبسهم وتوفير احتياجاتهم الخاصة ومتطلباتهم. وأيضا يجب توفير بيئة آمنة لهم من ناحية مثلا الأثاث، من ناحية تكون البيئة آمنة، الأرضية غير قابلة للانزلاق، الجدران تكون محمية بالإسفنج وغيره لحمايتهم من السقوط. فنوفر لهم بيئة آمنة من جميع النواحي، حتى من ناحية التعامل مع كبار السن، بعدم تركهم دون مراقبة، خاصة إذا كان مقدمي الرعاية من العمالة، فيكون في مراقبة عليهم وننظر لهم، وفي حاجة إلى الاحترام والتقدير والمحافظة على ممتلكاتهم وحمايتهم. فأمور كثيرة يحتاجها كبير السن في هذه المرحلة العمرية. نعم، الله يقويكم إن شاء الله يا رب. إيش الرسالة اللي حابة تقوليها لكل من يسمعك الآن تزامنا مع هذا اليوم؟ تفضل. أنا ودي ألقي الضوء على اللي هو اليوم العالمي اللي هو المساواة الرقمية لجميع الأعمار. نعم. حيث أن الهدف من هذا اليوم هو المساواة الرقمية، وأنه جميع الأعمار الفئة العمرية يكون المشاركة هدف في العالم الرقمي من قبل كبار السن، حيث أحدثت الثورة الصناعية الرابعة للتميز بالابتكار الرقمي السريع والتميز بالنمو الهائل تحولا في جميع قطاعات المجتمع، بعد ذلك كيفية عيشنا وعملنا وارتباطنا. فمن الضروري أن نهتم بكبار السن من هذا الناحية، فهذا الشعار يؤكد على أهمية تمكين كبار السن من استخدام التقنية والوصول إلى العالم الرقمي والاستفادة من كل ما يقدمه هذا العالم الرقمي من خدمات، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي. نعم. لجنة كبار السن في مجلس شؤون الأسرة. نعم. أثناء فترة جائحة كورونا وأثناء فترة الحجر المنزلي عملت استطلاع رأي بأهمية التحديات التي تواجه كبير السن في هذه الفترة. فكان استطلاع الرأي كانت النتيجة أن أكبر تحدي واجه كبار السن هو عدم التمكن من استخدام التقنية. وطبعا زي ما أنتم عارفين أنه أكثر شيء خدمنا في فترة الجائحة في فترة الحجر اللي هي التقنية. صحيح. كان في من خلالها تواصل اجتماعي. نعم. كان في من خلالها التسوق، كان في من خلالها حتى التعليم، أصبح بعد ذلك التعليم عن بعد، فهي اللي قدمتنا أثناء هذه الفترة. فكان أكبر تحدي يواجه كبار السن اللي هو استخدام التقنية، فبدأت. نعم. لجنة كبار السن من هذاك الوقت اللي هو في إطلاق حملة لتعليم كبار السن للتقنية. نعم. وإدماجهم رقميا، وجاء شعار اليوم العالمي متزامن ومتوافق مع توجهات اللجنة التي كانت يعني مبتدئة قبلها بفترة، التمست حاجة كبار السن وبدأت فيها. فهنا لابد أن نعالج كمجتمع جميعا الصورة النمطية السائدة التي تؤكد على عجز كبار السن، عدم مقدرتهم على التعليم أو استخدام التقنية، هذا غير صحيح. وكذلك نسلط الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجه كبار السن، ونحاول أننا نواجه هذه التحديات. فالمجتمع كله عليه مسؤولية كبيرة في تعليم كبار السن وإدماجهم بالتقنية. فلو كل أسرة كبيرة الصغير احتوى الكبير وعلموا على التقنية، فحنا بنقدر نردم الفجوة الرقمية اللي بين الجيل كبار السن وجيل صغار السن اللي موجودين عندنا. فهو يحتاج إلى حملة وطنية وتكاتف الجهود في تحقيق هذا الهدف. استعمل
جميل، عساكم على القوة أستاذة عبير، وسعدت كثير طلعتك معي على هالصباح الجميل، الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك، يا هلا والله، شكرا لكم، العفو، الله يحفظك يا رب.